حفلات تاخذني عليك حفلات بنوبة. معك حق، بس كمان مو معقول نرفض دعوة أبو سمها. الزلمة وضعه ما كان بالبلد وبجوز يلزمنا على غفلة. شو يعني؟ وإذا عمل قصر جديد ضروري يعمل له حفلة مطنطنة يعني؟ لك ستي لا تدققي، الزلمة حابب يفرح بحاله. شفت مرته أم سمها شو شايفة حالها ومأنزعة وكأنها مالكة القلعة؟ قال شو؟ تعوا لورجيكم الصالون، هذا كله قطعة وحدة، هذا كله رخام من إيطاليا، ولا تعوا شوفوا هالعفش ما أحلاه، هذا أنا سافرت بنفسي على إسبانيا وجبته من هنيك، ولا شوفوا هالتريات يلي ما في حدا بالبلد عنده منها، وتعوا شوفوا الحمامات والتواليتات، وتعوا على أوض النوم. يخرب بيتها ما لم صدقة حالة بنوب. لا وشو بتقلي من روس مناخيرها وهي عم توداني؟ شو أم طارق؟ لساتكن ساكنين بالفيلا القديمة المهريرة؟ نحن الفيلا تبعنا شحدناها لابن حماي، بس كل الحق عليك انت. ها الحق علي انا؟ ليش بقى يا أم طارق؟ لأنه انت غصبتني عن روحه وانا ما كنت بدي روح. ولا يهمك يا أم طارق، وحياتك رح عمر لك فيلا ما حدا عمر مثلها بنوب، وصدقيني رح تكون فريدة زمانها. روح عنا يا، سمعنا من هالحكي كتير. مزبوط، بس هالمرة رح أزبط لك الفيلم تمام. شلون بقى؟ انتي ما بتتذكر الشركة الأجنبية يلي منعوها تفتح معمل مبيدات عنا؟ بلا تذكرتها، شو بها؟ أنا عم حاول دبرها ترخيص، ويبدو لي إنه جماعتي رح يوافقوا لي ومو نسياني تعبي منوب. والله تعي لأحكي لك، تعي على الرواق، تعي. شو رأيك بقعد هالأرض يا أم طارق؟ والله ما بعرف حبيبي، أنت شو رأيك؟ والله أنا شايفة نشطة وشرحة وعالية وهواها نظيف، ولا تنسي إنه أكبر المسؤولين بهالبلد والتجار الأغنياء ساكنين حواليكي هون. وكم دنم تطلع هاي الأرض؟ يعني بدك تقولي شي 5 دنومات، منعمر دنومين ومنخلي الباقي لجنينة والمسبح، شو رأيك؟ ما في مانع، بس يعني باختصار أنا بدي مسبحين، واحد صيفي وواحد شتوي، يعني بدي فيلا ما حدا معمر مثلها بالبلد ابدا ابدا. ولو يا ام طارق خايفه علي، قسما بالله رح خليها تصير حديث البلد كلياتها، ويجوا يتفرجوا عليها مثل برج ايفل، بس انت طولي بالك علي شوي. الو الو يا غالب، الله يرضى عليك، اتصل لي بالمؤسسات الهندسيه كلياتها. ايه بدي اسم احسن مهندس بالبلد. ايه 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 الله يرضى عليك لا تأخر، بس مو تمام على القصة، بدي اسمه يكون على مكتبي بكرة، فهمان؟ لا تتأخر، الله معك، مع سلامي. ادخل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات سلاف، شلونك اليوم؟ الحمد لله بخير استاذ، الله يطولنا بعمرك. بتحب توقع البريد استاذ؟ ما في مانع، هاتي لشوف. استاذ ايوه شو ها؟ هذا طلب اجازه لابو موفق لمده اسبوع لانه بده يعمر بستان وغرفتين يجوز فيها ابنه. مع عدم الموافقة ما بدنا نفتح علينا هالبواب هلا. وهات شو؟ وهذا استاذ طلب قرض لابو فارس ب 15000 ليرة لأنه بده يجهز فيهم بنته كمان. مع عدم الموافقة، لأنه ما حدا عم يلتزم بالسداد. وهات شو؟ هذا طلب إجازة أمومة لأمسامر عاملة السنترال. مع عدم الموافقة. بكير عليها، شو صاير لها؟ لساتها بالشهر الثالث. في شي غيره؟ لا سلامتك استاذ. الله يرضى عليكي، وصيلي على فنجان قهوه. بتحب استاذ جيب لك ماء وصحن بيتي فور؟ لسان القطه، ما في مانع. امرك استاذ. يا سلاف. نعم استاذ. لا تترقصي بمشيتك اذا بتريدي، نحن بالمكتب مو بالشقه. امرك استاذ. صباح الخير سيدي.
أهلين غالب، شو صار معك بأسماء المهندسين؟ تفضل جاهزين. أوف شو؟ ولك يا بني آدم أنا قلت لك بدي اسم أحسن مهندس، بقى وين جايب لي 20 اسم أنت؟ على هوا ما فهمت إنه هدول هن أحسن مهندسين بالبلد وهن اللي عم يصمموا وينفذوا كل فيلات المسؤولين. ولك أنت ما بتفهم؟ عم قل لك أنا بدي اسم أحسن مهندس وبس. طيب سيدي عفوا. هاد هذا هو أحسن مهندس بالبلد. مهندس ماهر شرف الدين. بعتي إياه فورا. فورا فورا سيدي. ولك يا غالب يا زفت، وينو هذا المهندس ماهر؟ آه؟ لك شو مشغول؟ شغلة واحدة تسهل أمره. أنت قلت له أبو طارق بده إياك؟ إيه وشو قال لك؟ عظيم، أصبح بكرة بتجيبه موجودا لعندي. إيه ماشي الحال. الله معك، مع السلامة. احترامي سيدي. أهلين غالب. سيدي وصل المهندس ماهر شرف الدين. خليه يدخل على الصالون يستنى. حاضر سيدي. شو يا أستاذ ماهر؟ بالظاهر مالنا قد المقام حتى عم تدلل علينا؟ لا ولو يا سيدي، هو العين ما بتعلى الحاجة. لك أنا حاجب هاد؟ بعتت وراك أكثر من 20 مرة وأنت ضاربة طناش، بقى شو القصة؟ آه؟ صدقني يا سيدي إني مشغول كتير، عندي مخطط فيلا بالجبل لأبو العلا، وديكور جديد لشقة أبو الندب المالكي، وفوق هالشي مطلوب مني تقديم دراسة لمجمع تجاري من 10 طوابق لأبو سومر على الأوتوستراد، وتنفيذ شالي على البحر. بس هلا بس، ما في داعي لكل هالسرسرة. فوراً بترمي لي كل شيء ورا ظهرك وبتتفضلي إلي وبس. منيح هيك؟ سيدي مثل ما بتأمروا، بس شو بدي أقول للعالم؟ قل له عندي شغل ضروري لأبو طارق، وإذا حدا زعجك بكلمة واحدة قل لي. على كل حال بكرة الساعة 5 بدك تطلع معنا حتى تشوف الأرض يلي راح عمر عليها الفيلا. منيح هيك؟ شو يا أستاذ ماهر؟ عجبتك الأرض؟ بصراحة الأرض عجبتني كتير وشفتها مرتاحة كمان. عجبتك ما هي؟ أنت شفت لي هالمناظر ما أحلاها؟ قالوا شو كانوا بدهم يعملوها حديقة عامة. وينك أستاذ؟ أنت مهمتك هلا تعملنا فيلا ما صار مثلها بالبلد بنوب بنوب. يعني فريدة زمانها. اسمع يا سيد ماهر، ليش واقف؟ تفضل تفضل استريح. يا سيد ماهر، أول كل شيء بدي المدخل يكون عريض كتير، يعني إذا انفتح الباب يدخلوا كل سيارتين سوا مشان ما يصير عجقة وقت نعمل حفلة. وبدي هيك فوق حجر أبيض، قوس حجر أبيض مثل هذا اللي شفناه بتدمر أبو طارق، شو اسمه؟ أرك دو تريانف، قوس النصر إذا فرنسيتك ضعيفة. وبدي الحديد ستانلس ستيل أمطعم بنحاس وبرونز. ولا تنسى تصمم لي على الباب بشكل أنيق طبعا، غرفة للحراس، ولا لك اعملهم غرفتين بيكون أفضل، لأنه بركي يسلموني منصب أعلى لأن فيه هيك ريحة. وبدي الأرض الخام تلياني ملون أخضر وأزرق، والعواميد بازلت منحوت، والسقفية بلور ملون. أنا بدي مساحة الصالون 200 متر 200 متر هيك بدي، ويسع 300 زلمي على القليلة. وبدي غرفتين صفرة ومطبخين كبار لأنه أبو طارق ضيوفه كتار. وبدي يا سيدي ما أنت 4 حمامات، واحد إلي واحد إلنا وواحد للولاد وواحد للضيوف. وبدي منك 7 غرف نوم، وكلهم كلهم يكونوا مطلين على الحديقة. وبتعمل لي بالطابق الأرضي مضافة فيها محل المنائل، وخرج نعمل فيها عزايم ومناسف على الأرض يعني. وبدي غرفة لشرب الشاي والقهوة والأرقيل. إيه؟ والمتة. إيه طبعا. وتكون بتطل على الجنينة من كل الجهات.
وبدي ثلاث مناسف، واحد للفريكي وواحد للكبسة وواحد ثلاث مسابح، واحد صيفي وواحد شتوي وواحد ميته فاترة. أنا لحد هلأ ما عم بقدر بفهم ليش أنت شركتنا مكدس بالمستودعات وما عم ينباع؟ ممكن أفهم ليش؟ سيدي لأنه الموديلات اللي عم نطالعها قديمة، بعدين القطاع الخاص عم ينافسنا. لك شو هالعلاك الفاضي؟ هلأ كل شغلة بدنا نلزقها بظهر القطاع الخاص؟ قلولي السبب المباشر والحقيقي بيكون أفضل. سيدي بصراحة الآلاف صارت قديمة كتير. أوف، وشلون قديمة بقى؟ أنا لما سلمت إدارة هالمعمل كان عمره 5 سنين بس. صحيح مولانا، وحضرتكم صلكم مستلمين المعمل 19 سنة. أوف، 19 سنة؟ فظاعة شلون الوقت بيمرق والعمر بيمضى. معقول أنا صار لي 19 سنة بهالمنصب؟ صدقوني مالي حاسس. سيدي إن شاء الله العمر كله يا رب. المهم منرجع لموضوع كساد بضاعتنا، أنتوا ليش ما بتعملوا عمرة للآلات وصيانة عامة؟ سيدي نحن أحب على قلبنا، بس بدنا قطع تبديل. مزبوط معك حق، بس القطع بدها قطع نادر، والقطع النادر نادر. ادخل. عفوا أستاذ، وصل المهندس ماهر ومع الكتالوجات. خليه يدخل. حاضر أستاذ. وهلأ يا جماعة بدي منكم تقرير بأسباب كساد إنتاجنا، وكل واحد منكم لازم يقدم لي دراسة لهالموضوع، واجتماعنا بإذن الله بـ20 الشهر الجاي حتى نصادق على طرق المعالجة. حاضر حاضر. حاضر. يعطيكم العافية. مرحبا. أهلين مهندس ماهر، قلي لشوف شو صار معاك؟ جبت لك الكتالوجات سيدي، تفضل نقي منها الفيلا اللي بتعجبك لحتى اسوي لك اياها. ومنين جبت هالكتالوجات؟ هي موجودة عندي، هي كتالوجات لأشهر الفيلات العالمية بالشرق الأوسط. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا بني آدم، بيصير أنت ما عم تفهم علي؟ أنا بدي فيلا ما لها شبيه، فيلا تكون فريدة زمانها والعالم يضربوا فيها المثل. مثلا بدي سور مثل أسوار القلعة، له حصون وله أبراج، والجناين بدي إياها مثل حدائق بابل، والمنظر العام الخارجي للفيلا بدي إياه على شكل الهرم. لا مو هرم، دي موديل هرم صار، على شكل الأرجيلة. أرجيلة؟ إيه نعم. يعني المهم بدي شيء فريد عجيب متميز ما خطر على بال حدا منوب. بقى فكر منيح وشغلي مخك شوي. شغله يا أخي. أنا بقترح الشكل الخارجي للفيلا يكون على شكل الكرسي، موافق؟ يعني ما حدا عنده مثل التصميم؟ لا 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 أبدا. عظيم كتير، شو رأيكم طاري؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. طيب هاي شو حيطان الغرف رح عملكم ياهم دائرية وبدون عضايد، بينما السقف رح يكون على شكل إبابتكية. منين؟ أيوة. طيب بالنسبة للتبريد والتدفئة رح أعملهم على الطاقة الشمسية، ورح أعمل البواب تنفتح وتتسكر لحالة على صوت حضرتك أو على صوت مطارق. بيصير هالشي؟ طبعا بيصير. ويا ترى في حدا عنده مثل هالبواب؟ أبدا سيدي. سمعاني مطارق، ما حدا عنده مثله. ومن جهة تانية رح تجيكم المي مخلوطة بريحة الزهر. يعني ما حدا سبقنا لهالشغلة؟ أبدا مدام، أنا صممتها مخصوص لكم، ورح أساوي لك فوق غرفة بلور بلور ما بتسمع فيها إلا صوت العصافير، مشان تقعد فيها تريح أعصابك وتسترخي وتعرف تفكر على 100 مهلك. يا سلام، برافو عليك يا ماهر، سمعاني أم طارق قال مشان فكر لحالي. بس أنا خايف. ولا يهمك ولا يهمك معلمنا، هيك غرفة ما حدا عنده منها منوب. ورح أعمل لك جزيرة بنص المسبح، ورح أزرعها نباتات استوائية. مرحبا. اهلا وسهلا سيدنا يا اهل، شرفتوا. يعطيك العافيه. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. شو اخبار الفيلا تحت انظارك يا ماهر؟ لا تمام الشغل منيح الحمد لله. ناقصك شي مواد؟ ابدا ابدا. لا لا لا، قل لي اذا ناقصك مواد انا مستعد اطمرك تمر بكل شي ناقص. الله يطول لنا عمرك. الحقيقه يا ماهر انا جاي مشان ضيف تعديلات بسيطه على المخطط.
تكرم عينك، ولو انه انا الصالون تبع الضيوف عدلته وسويته مثل مضافي. عظيم، يعطيك العافيه. بهالمناسبه بدي اياك تساوي لي الي برج حمام على اخر طابق، لاني انا وصغير كنت حب كتير صيد الحمام، وكان جدي الله يرحمه كل ما يجي ضيف يقول لي يا عزيز طلع على البرج وهات لك جوز حمام حتى نسلقه لضيفنا. وكمان بدي منك تبني لي بالجنينه ان للجاج، مو مشاني مشان ام طارق، لانه ام طارق من لما كانت صغيره كانت تطعمي الجاجات بايدها بالضيعه. عفوا بس على هالصوره صار بده. لا 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 تغلط بالحكي، ما في اروع واغلى من ايام الطفوله، ولازم يكون عنا بالفيلا اشياء كثيره تذكرنا فيها. امرك بطارق. ماشي الحال، بس المهم تعجل قد ما فيك. ماشي الحال. عفوا عفوا معلمي، تشرب قهوه؟ لا والله يا ام فايز، لسه ما خلصت الفيلا. اي مزبوط طولنا، بس اللي بده يعمر شيء لازم يعمره على اصول مشان يفتخر فيه. يا ستي باقي لنا المسابح والمطابخ والمناكب، سيراميك والبورسلان. صدقيني يا ام فايز لحد هلا ما اعتمدنا، الله وكيلك عم ببرم على كل هالفيلات والقصور اللي عم تتعمر بالبلد، وما في شيء عم يعجبني، كله مشرشح وما في ذوق. لا تقلي لا شيء. والله لسه ما بعرف يا ام فايز، ما عم لاقي بالسوق حنفيات تعجبني، ما في شيء مرتب، ولهالسبب بجوز سافر انا وابو طارق ونجيبهم من برا. لسه ما قررنا وين بدنا نسافر. اهلين يا اهلين ام فايز، خلينا على اتصال. الله معك. يخرب بيتها مثل المحقق، بدها تعرف البيضه مين بعضها. يخرب بيتها شو كثير تغلبي. المهم يا ام طارق لا تحكي شيء لحدا الله يرضى عليكي، هيك لحتى نخلص. وقتها منعزم الناس حتى يشوفوا بعينهم ابو طارق كيف وقت اللي بده يعمر بيعمر. ايه اكيد رح تطلع عيونهم بالطول وبالعرض. ولك واخرتها بقى، شو قصة هالكساد؟ قولوا لي شو الحل برايكم. والله يا سيدي انا بقترح انه يوقف انتاج المعمل شي 6 شهور على القليله. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالحل المشبوه. بدك توقف المعمل 6 شهور؟ سيدي انا قصدي انه يعني بدك تطالعني كذاب قدام مجلس الوزراء وقدام الصحافه؟ بقى لا قولي حل تاني بسرعه. ولك انا باعت خطط الانتاج لمجلس الوزراء وواعدهم بالنسب السريعه المرتفعه، مو واعدهم بتوقيف الانتاج. اصبح يا سيدي ما في إلنا غير نجدد الالات القديمه. اوه علينا، صرت سمعان هالحكي منكم 100 مره. ولك ما عندكم غير هالحل؟ ما عندكم العمى؟ منقول لهم تور بيقولوا حلبوا. تحديث الالات بده قطع نادر، عم تفهموا هالشي؟ ادخل. شو سيدي هذا اخر موديل لكراسي التواليت، بعت لك يا ابو حسام وكيل الصحيه وقال لي انه اليوم وصلوا بالطياره. يا شباب نحن رح ناجل اجتماعنا للاسبوع القادم، بس بدي كل واحد منكم يلاقي لي حل جذري. لا تنسوها. امرك استاذ. لا لانه بتروحوا وبتنسوا. حاضر استاذ. امرك. الله معكم. ولك يا بني آدم كم مرة قلت لك لا تجيب شيء بيتعلق بالفيلا لهون؟ يخرب بيتك بيدي. سيدي والله مو ذنبي، هو حكى معي وقال لي خود هالبيدي لمعلمك. بصراحة ما عجبني يا أخي، الفتحة كأنه ضيقة وخطرة، يعني الواحد بده يضل مقرقز عليها. بعدين شو اللون يا أخي؟ أبيض بلدي كتير. نزلوا نزلوا على الأرض لشوف لحتى يجربوا. نزلوا شب. هاشم المالح هو وولاده. أبو طارق أعزوم الوزير عبد الفتاح العساف هو ومرته، وعبد الحكيم الإنعام هو ومرته، وفياض موسى فياض هو وحرمه. ولا أقول لك لا إيش هذا؟ بلا بلا ما تعزمه. لا 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 تغلطي، شلون ما عزمه؟ هذا زلمة مغترب وراجع على البلد ومعه أموال ما بتاكل النيران، وعم اتصل فيه باستمرار مشان نعمل مشاريع مشتركة سوا. وبدي تعزم لي ام سمهر وابو سمهر، والله لخلي عيونها تبز وهي عم تتفرج على الفيلا، ولخليها تدوخ دوخان وما تعرف ليش دايخه. الو. ايوه اهلا استاذ انس. لحظه.
الو اهلين استاذ انس، شلون؟ ما تدبر معك عشر خدام لونهم اسود؟ لك انت لك يا اخي اصبغ لك كم واحد؟ ايه طبعا بدي منك تخلق لي اجواء الف ليله وليله. ايه معلوم؟ وينك؟ ولا تنسى كمان تكتب بالسماء وبالليزر فيلا نقطتين فوق بعضهم فريدة زمانها، وتحت فريدة زمانها افتح قوس وكتب ابو طارق وام طارق وسكر القوس. عظيم. بدي كل شيء يوم الخميس يكون جاهز. ايه الله معك مع السلامة. هل ما تدبر معه عشر خدام لونه اسود؟ لكن مين بدك تعزمي كمان؟ يا سيدي اكتب عندك زهير قنوع مرته وولاده. يا سيدي انا مرات بالصدفة على الارض وشفت التصميم، قسما بالله العظيم فرحت لك من نص قلبي. شكرا يا ابو سمهر، تشكر حبيبي. ايه يا ابو طارق، يعني بعد اذنك ممكن تعطيني اسم المهندس اللي عمل لك هالتصميم الحلو؟ العنوان؟ صدقني يمكن نسيته بالبيت، لانه هو نقل من بيته وغير عنوانه القديم. على كل حال انا فهمت منه انه مسافر 4 شهور الصيف. يا سيدي مو مشكله، انت بس اعطيني اياه وانا بنتظر ان شاء الله 5 اشهر كمان. ليش لا، على عيني وراسي ابو سمهر، ببقى بامن لك يا بك. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا، الف مبروك مره ثانيه. يخليك ربي. اهلا وسهلا ومرحبا، مع السلامه. العمى على اكل الهوى. قال بده عنوان المهندس ماهر. الو اهلين دكتور نصر. اهلا وسهلا ومرحبا. نعم بدك عنوان المهندس ماهر؟ صدقني يا دكتور مالي حامله. اي والله، اي تكرم عينك، بهاليومين بيوصلك. اي على عيني وراسي، الله يبارك فيك، مع السلامة. العمى، شو هالناس هي؟ لسه ما خلصنا الفيلا والشاطر اللي بده ياخذ العنوان ويعمر مثله. حبيبي ابو طارق، اوعى تعطي عنوان المهندس ماهر لحدا، هي عم فهمك من هلا. ها بس يا ام طارق، انا مهما حاولت خبيه رح ينعرف بالنهاية. طيب والعمل؟ والله ما بعرف. هيك المخططات الفيلا المدنية والمعمارية والكهربائية والفنية، وحطيت لك الصور جواتهم ليكون عندك نسخ ثاني منها يا أستاذ ماهر. الله وكيلك سيدي، ما ضل عندي أي ورقة العلاقة بهالفيلا. عظيم جدا. أصبح وقع هون. مسيك. على شو بدي وقع سيدي؟ هذا تعهد بأنك ما تعمر مثل هالفيلا بحياتك منوب، وإذا بتعمر مثلها أو ما شابهها رح تتغرم بمبلغ مالي كبير وعقوبات جزائية. صدقني ما رح أساوي مثل لحدا، هذا وعد مني. أصبح وقع، ليش خايف؟ حاضر. بتريد شي غير؟ أبدا، سلامتك، الله معك. يا غالب، من هلأ ورايح بتراقب لي كل تحركاته الليل مع النهار، مع مين عم يمشي، مع مين عم يسهر، لوين فات، لوين طلع، مين عم يزوره بالبيت، بالمكتب، لمين عم يعمل مخططات. يعني باختصار بتراقب لي الشاردة والواردة، مفهوم؟ مفهوم، ولا يهمك سيدي. انتم متأكدين من هالكلام يا غالب؟ سيدي لقطنا مخابرة للمهندس ماهر مع واحد اسمه أبو سمهر. شو عم بيقول له؟ قال بس يخلص من فيلتكم رح يعمل له فيلا أحلى من فيلتكم المشرشحة. هذا على قوله سيدي، وبده يعمل فيلا تانية مثل فيلتكم لواحد اسمه أبو نواف. ومنو هذا أبو نواف كمان؟ هذا واحد تاجر ممنوعات وهلأ عم يبيض أمواله وفاتح مكتب استيراد وتصدير. يا حبيبي، هلأ المهربين صاروا بدهم يقلدونا؟ نجوم السماء أقرب لهم. بسيطة يا أستاذ ماهر، بسيطة. تفضل يا أستاذ ماهر. شكرا سيدي، عفيني أنا ما بدخل، الله يخليك. كيف الشغل معك بالفيلا؟ تمام، الشغل عظيم، إن شاء الله الخميس بتستلموا كل شيء. شوف يا ماهر، أنا الحقيقة بعزك كتير وبحب مصلحتك. الله يطولنا عمرك يا سيدي، شكرا جزيلا.
ولهالسبب دبرت لك عقد عمل برات البلد بمبلغ مخري جدا وبمركز ممتاز جدا. تفضل هاي العقد، وقع عليه وبعدين تطلع عليه على مهلك. شكرا سيدي، شكرا شكرا جزيلا. بس انا ما بحب السفر، وهون بالبلد الحمد لله عايش ملك. ما بعرف بس والله سفر حلو، يعني انا رح ابعتك. معلش سيدي انا بعتذر وشكرا لمبادرتك، انا ما بحب السفر. طيب بسيطة بسيطة، انا بقدر موقفك تماما. تمر شي تاني سيدي؟ لا ابدا، سلامتك. قال ما بيحب السفر. قال مرحبا. شو هاد؟ خير شو في؟ تفضل معنا يا زكريا. وين بدي اتفضل معكم؟ عندك 6 اهم رح قلك اياهم، بس انا بنصحك ما تحكي اي كلمة لحتى يكون في محامي، لانه اي كلمة بتحكيها ممكن تستعمل ضدك. وشو هي هالست اهم بالله؟ اولا تهرب من الضرائب، ثانيا مخالفة بالمواصفات باخر تعهد اخذته، ثالثا سرقة حديد وخشب وشمينتو وانت عم تعمر فيلا فريدة زمان، رابعا العمال اللي اشتغلوا معك ما كنت بسجلهم بالتأمينات الاجتماعية، خامسا شهادة الاختصاص اللي عم تمارس على أساس المهنة مزورة وغير معترف فيها، وسادسا وأخيرا لقينا بسيارتك حشيش وهروين. بقى تفضل معنا وبهدوء لو سمحت.